فندم عندنا كل حاجة زي الفل، بس أحلى حاجة عندي العصير التفاح. ممتاز. نعم ممتاز. مش فاهم العصير ممتاز يعني؟ العصير ممتاز. هو ممتاز بإذن الله، يعني عصير تفاح إن شاء الله. حاضر، تأمرني يا باشا. في عندنا حضرتك عضوية بقى بإذن الله من أول شهر، بس نتعرف على اسم حضرتك نحضرها لك. أوكي، اسمي أحمد حسن. نعم فندم. اسمي أحمد حسن. شرفت الدنيا كلها. ربنا يخليك. أهلا وسهلا. ربنا يخليك. سواني حضرتك بإذن الله. التفاح الممتاز. الممتاز. طبعا حضرتك، اتفضل يا باشا. يا أهلا وسهلا. أستاذ أحمد. أيوة حضرتك، فاكر حضرتك لما شفتكم مع بعض؟ ازاي؟ بصي بقى، شوفي بقى الموضوع اللي أنت بتتكلمي فيه ده إزاي؟ أنت سافرتي لوحدك وسبتيني. لا أنا زعلانة بجد. لا الجرسول هنا فين؟ عايز ايه حضرتك؟ حضرتك انا كوبايه العصير كانت قدامي مره واحده ما لقيتش فيها عصير. الف انا وشيفها شربتها كلها. شربتها وانا ما شربتش حاجه، انا كنت بتكلم مع الانسه. استاذ احمد، انت ظاهر بتحب التفاح وقلت لي انه ممتاز، وعشان انت بتحبه فتراك شربته. لا ما شربتوش والله، ما جتش جنب الكوبايه خالص. يا فندم على فكره انا شاكك في كل اللي بتقوله. يعني انا مجنون مثلا؟ يعني انا مجنون؟ يعني هتضربني حضرتك؟ يعني مش هضربك، انا مجنون. يا فندم انت محترم، اتفضل استريح. عايز ايه حضرتك؟ اصلك انت كده بتعرفني ان انا مجنون رسمي. لا اله الا الله. وانا قاعد في مستشفى المجانين. حاضر يا فندم، ايه طلباتك؟ هم طلباتي انا عايز العصير بتاعي. خدامك يا فندم. حاضر يا رجب، حط هنا. ما تزعلش بقى. قاعد بيشرب وانا اللي قاعد بتفرج عليهم. ما تزعلش. على فكرة أسلوبك كده مستفز خالص. لو سمحت حضرتك. واللي عملته لو سمحت حضرتك مالكيش دعوة. ده أنا. أيوة أنت. مش عارف أنا أعصابي أصلاً بايظة ومش مستعد لأعمل أي مشكلة. إيه ده إيه ده؟ أنت داخل تتهاجمني أنا؟ أهاجمك ولا أنت مالك ما تكلمنيش؟ لا ده أنت مجنون مش طبيعي. مجنون؟ بصي ليه أنت شايفاني بشد في شعري؟ لا. إيه ده المكان ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ حتى فين؟ لا 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 انا قاعد في مستشفى مجانين ولا ايه؟ ولا ايه ده؟ انا مش فاهم ده ايه ده. اتفضل. انا اول الصراحه اجي محل زي كده. هات الكوبايه. الكوبايه سليمه حضرتك اهي. الكوبايه سليمه مش مخرومه. فين اللي كان جوه؟ شربته. ما شربتش حاجه. انت في التاب كده ليه حضرتك؟ ما انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، كل ما احط كوبايه الاقيها فاضيه. انا مش مجنون يعني؟ طيب حضرتك طلباتك. طلباتي كوبايه اشربها قبل ريقي. حاضر يا فندم، شكرا، هجيب لحضرتك. اتفضل استريح. ده ايه ده؟ اتفضل استريح. ده مفيش قطعة على الترابيزه ومفيش حاجه وقعت. اتشفطت ازاي؟ طب ممكن يا فندم برتقال بداله؟ لو تكرر. لا انا عايز العصير بتاعي عشان خاطرنا، لان خلاص الزباين تعبت واحنا تعبنا. بص انا تعبت كمان من المحل ده، اديني اي حاجه اشربها عشان اتكل على الله امشي. حاضر يا فندم. يلا بقى ارحمني. خدامينك يا فندم. تعال عشان نخلص من الليله دي، لان الراجل ده فعلا وطرني والله. اتفضل حضرتك. انت دلوقتي حضرتك لو تكرمت عشان ما تقعدش تزعق لي. ايوه حضرتك عشان تغيير شيفت لو تكرمت. ايوه. الحساب حضرتك اتفضل. 85 جنيه. ليه؟ 3 عصير حضرتك. ليه 85 جنيه؟ 3 عصير حضرتك. 3 عصير ايه؟ انا ما شربتش الاتنين اللي فاتوا. ومش هتشرب ده كمان حضرتك. ازاي مش هشرب ده بس؟ ازاي مش هشرب ده؟ بسم الهاري يا اخي. ما تغلطش.